نخش على سلطه الزبادي بالخيار سريعا كده عشان وقتنا. اه ده خيار، وفي العاده ان احنا لما بنتعامل مع الخيار بنبرشه بشره يعني بالمبشره، انا ضد الموضوع ده، او ان احنا يتقطع مكعبات صغيره، لا الخيار ينزل زي ما هو كده بتقطع كده اصابع صغيره عشان ولادنا بيحبوه كده، الاطفال الصغيرين هما بيطلعوا اسنان بيحبوا الخيار متقشر ياكلوه، كلنا مرينا بالمرحله دي. نعم يا غالي. حاضر. اه خيار زبادي نعناع، يا بتاع النعناع يا منعنع، نعمين عصير ليمون زيت زيتون، ده الزبادي بلانشة بتاعتنا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. السلطه بتاعتي شويه النعناع الحلوين، ورق النعناع مش عرق النعناع. نفرم النعناع كده على السلطه بتاعتي. نعم يا غالي لازم تعرف يعني. مخرجنا بيقول لي انت ما شلتش ليه الفته بتاعتك، سايبها زي ما هي كده. ما هنا بقى الفكر الطهوي والخبره الطهويه، خبره السنين، لما بقول افكار بسيطه وسهله ولكن طعم قوي وطعم جديد. يعني العدس بيشرب من العيش، والعيش بيشرب من العدس، مع الرز مع الحمص، كل ده لازم يقعد شويه كده على ما نخلص الشغل اللي في ايدينا. معانا النعناع، اللهم صل على النبي. ناخد الزبادي الجميل الحلو ده كده، فص توم حلو ناعم عليه، هو ده. العب بقى على الحته اللي جايه دي، سنه شبت صغيره اهو، جرب اطلع من جو الزبادي بالخيار اللي احنا عارفينه. رشه الملح الصغيره، عصره الليمونه الحلوه، معلقه زيت زيتون لطيفه. خلص الكلام، نقلب دول كلهم مع بعض، ينزل على الخيار، نقلب دول مع بعض. خلصت الشرق السلطه بتاعتي. فين طبق التقديم يا ام غازي؟ اهو مكانه حلو هنا بخرج ده. اه زي الفل، سلطه ما خدتش وقت كبير. يا نعم السلطه دي بقى عايزك لها حلوه للامانه يعني. اسمعي كلامي، صلى على الحبيب قلبك يطيب، سيبها في الثلاجه شويه، الاطفال الصغيرين هيحبوها قوي، لان هنا الحموضه والمزازه بتاعه الزبادي مع الخيار مع النعناع مع التومه مع زيت الزيتون. اللهم صل على النبي. دي عدل السفره على فكره، الجارنيش بتاعي والبرزنتيشن بتاعي، اقعد نعناع حلو كده عشان ريحه التوم اللي في الزبادي.